فرض جيش الوطني سيطرته على مواقع جديدة في سلسلة جبال حام الواقعة في مديرية المتون غربي محافظة الجوف. وقال مصدر ميداني إن التقدم الجديد للجيش جاء عقب عمليات استدراج لميليشيا الحوثيين إلى الموقع. وأضاف المصدر أن الميليشيا شنت هجوما عنيفا تمكن الجيش من صده وفرض سيطرته على تبة الوروري في سلسلة جبال حام، وسقط خلال المعارك قتلى وجرحى من الميليشيا الحوثي، فيما دمرت غارتان لمقاتلات التحالف العربي آليات عسكرية ومواقع تتمركز فيها الميليشيا في جبهة مزوية وحام شمال المديرية. وعن آخر المستجدات في المعارك بالجوف معنا عبر الهاتف مراسلنا ماجد عياش. أهلا بك ماجد، ما هي آخر المستجدات العسكرية من حيث أنت وأين تركزت؟ حياكم الله. بالنسبة للعمليات العسكرية في محافظة الجوف ما تزال مستمرة خلال اليومين الماضيين. هناك تصعيد عسكري من قبل الميليشيات الانقلابية بالتزامن مع التصعيد العسكري الذي يحدث في جبهة صرواح وجبهة مهم. حاولت الميليشيات الانقلابية حشد عناصرها وزج بهم في معارك خاسرة في جبهة حام شمال مديرية المتون غرب الجوف. الميليشيات الانقلابية حاولت أن تستعيد بعض المواقع التي خسرتها منذ سنوات ماضية، فزج بثقلها على هذه المواقع التي تقع في جبال حام وبالتحديد على تبة الوروري، لكنها لاقت تصدي من قبل أطفال الجيش الوطني. فقام الجيش الوطني بالتصدي لهذه المحاولة من خلال استدراج الميليشيات إلى بعض المواقع التي يسيطر عليها الجيش، وبعد ذلك تم القضاء على هذه العناصر الحوثية وقتل منهم أعداد كبيرة وجرحى بأعداد كثيرة. فحاولت الميليشيات الإنقلابية تعويض خسائرها بهجوم على جبهة مجمع المتون، أيضا كانت هناك هجوم على جبهة المصبوط في نفس ليلة أمس، لكن الميليشيات الإنقلابية لم تتمكن من تحقيق أي انتصار أو إنجاز في هذه المعارك التي شنتها الجيش الوطني. فقام الجيش الوطني بعد ذلك بهجوم معاكس على تبة الوروري والمواقع المجاورة في سلسلة جبال حام، على هذه الجبال السلسلة الجبلية الوعرة. وسيطر الجيش الوطني على مواقع مهمة قد تمثل استراتيجية مهمة على مستوى المعارك داخل سلسلة جبال حام. الجيش الوطني كما تحدث قيادة الجيش أنه سيستمر في العمليات العسكرية حتى تصير هذه التبات المطلع على مديرية السن ومديريات أخرى. نعم ماجد عياش مراسلنا من الجوف، نشكرك جزيل الشكر.